سعيد جدا انه للسنه الثالثه على التوالي رافقكم في افتتاح ما اعتبره اهم تظاهره لبعض المشاريع في تونس. تظاهره مهمه برشا في الوقت الحالي في تونس اللي بعض المشاريع تكون ركيزه من اهم ركائز التشغيل. في هذه الدوره الثالثه عدد كبير من الفقرات المتنوعه والمختلفه، لقاءات مع المختصين في بعض المشاريع، ورشات، عدد كبير من المؤسسات الحاضنه، وعنايه من الدوله ومن الرعاه بهذا الصالون. اسمحوا لي في البدايه باسمي الخاص ونيابه عن كل هيئه التنظيم الترحيب بضيوفنا الاجلاء اللي حاضرين معنا، السيد الوزير وزير التشغيل والتكوين المهني في زياد العبالي، اهلا وسهلا بك، وسعادة سفير دولة قطر في تونس رئيس كيف في تونس، سعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي، اهلا وسهلا بك، وكافة الحضور وكافة الضيوف. أنا سكونة برشا ومن غير إطالة أترك الكلمة للسيد الوزير، أهلا وسهلا بك سيدي، تفضل مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير للكل، تعب كثير، أخوان أخواتي الأعزاء، ضيوف البعض الكرام والمنظمين، كل الداعمين لهذه المبادرة، نحييكم. السيد رئيس الحكومة باسمي الشخصي، نحييكم على هذه المبادرة اللي سيد رئيس الحكومة شخصيا أبدى في هذا الصالون، وفي نفس الحال بهذه المبادرة، وأنا شخصيا يعني سعيد أنه نفتتحوا مع بعضنا هذا اللقاء، لأنه يجي في فترة اللي فيها انتظارات كثيرة في موضوع التشغيل، ما تعرفوا. قلنا بأن العمل على موضوع البطالة يقتضي العمل على كل وجهات، ومن أهم الوجهات هي وجهة بعض المشاريع ودعم روح المبادرة وتحفيز المبادرة الخاصة وريادة العمل. هذا التوجه هو توجه استراتيجي بالنسبة لتونس المرحلة القادمة. الحكومة عازمة على توفير كل يعني الضمانات وكل الشروط، لأنه هذا التوجه يلقى حظه في تونس، لأنه يعني ربما تقليديا ما كانش واخذ وقته كما ينبغي. لازمنا اليوم نتوجه إلى احتضان الشباب ومرافقته، الشباب اللي يتوجه اليوم إلى بعض المشروع بتاعه، هكاك يخلق مواطن شغل روحه قادر باش يخلق مواطن شغل أيضا لغيره، وهذا يحتاج كل الدعم، يحتاج كل الدعم قبل بعث المشروع من حيث التكوين، من حيث الإحاطة، من حيث التمويلات، من حيث توفير المنظومة القانونية والإدارية المسهلة لبعض المشاريع، وهذا قاعدين يشتغلوا عليه، وأخيرا الإجراءات اللي عندنا عليها سيد رئيس الحكومة في بخصوص عدم اشتراط الضمانات وتسهيل الإجراءات والتكفل بالتمويلات الذاتية لبقية المشاريع الصغار. ولكن أيضا المهم أنه مش فقط نعطيه التمويلات ونعطيه الإمكانية باش يبعث مشروع، لازم نرافقوه بعد بعث المشروع، لانه عدد كبير من المشاريع لا تصمد امام تحديات يعني المنافسه وامام معناها متطلبات السوق، ولذلك نرافق ايضا البائعين في مرحله ما بعد بعث المشروع من حيث تكوينهم، من حيث اعطائهم مؤهلات والكفاءات والادوات النجاح، وهذا ايضا امر هام وهام جدا ونحن نشتغل عليه ان شاء الله في المرحله القادمه. سيكون عندنا تصور فيما يخص إعادة يعني هيكلة التدخلات العمومية فيما يخص بعض المشاريع، وتكون لنا نوع من البلاتفورم اللي قادرة باش يعني تكون نوع من المخاطب الوحيد للباعث، ومش فقط كما قلت في مرحلة بعث المشروع، لكن أيضا في مرحلة ما بعد بعث المشروع حتى يلقى الباعث كل الضمانات النجاح. ما يلزمنيش نخافوا من المخاطر، ما يلزمنيش نخافوا من بعث المشروع، يلزم يكون عندنا رهان على المستقبل. الشاب ما يلزموش يخاف، انه كان الشاب هو باش يخاف وباش ينظر للمستقبل يعني بنوع من التوجس، وما لديه يلوج على حاله مضمونه ومسمار تعيشه، وما لديه ما اقل ما يمكن من المخاطر، فهي مش مؤشر صحيح على يعني حيويه المجتمع بتاعنا وحيويه هذه القوه الحيه الكبيره اللي نبنيو عليها فلوس اللي هي الشباب. فبنحييكم على حضوركم اليوم في هذا العدد
الكبير وشوف قاعد يعني التوافد أكبر وأكبر على هذا الصالون. شفت في القاعة عدد كبير من العالمين وقاعدين يعني إن شاء الله يعطيوا المعلومة ويعطيوا التقدير ويعطيوا المعرفة التقديرية لكل داخلين. إن شاء الله مع بعضنا نعمل خطوة مهمة في 2016 على درب أن نبنيوا منظومة متكاملة ومتضامنة وناجعة لدعم بعض المشاريع الصغرى في تونس، لأنه في العالم أجمع الاقتصاد راه مبني على المؤسسات الصغرى والمتوسطة. المؤسسات الكبيرة حيث قدرتها التشغيلية وحيث وزنها في الاقتصاد تبقى دائما يعني محدودة، حيث قدرتها على أنها تبني اقتصاد قوي. فالعمدة ديما على المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي تخدم في تكامل مع المؤسسات الكبرى، والمؤسسات الكبرى تحتاج إلى هذا. فيجب يكون عندنا هذا النسيج المتكامل، وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه إن شاء الله ربي يوفقنا في المرحلة القادمة. مرة أخرى نحييكم على هذا العمل، وإن شاء الله تكون يعني حوارات وتواصل مثمر مع كل العالمين ومع كل هيكلنا العمومية الموجودة في كل يعني مراحل بناء المشاريع الحاضرة معكم اليوم. وإن شاء الله بالتوفيق لكم جميعا، وإن شاء الله تونس تكون في 2016 خير من اللي كانت في 2015، تقدم في قدام ومع بعضنا قادرين على النجاح. مازلنا ننجحوا لأنه ليس لنا معناها خيار آخر غير النجاح، مازلنا نحطوا قدامنا طريق اللي احنا مش ننجحوا مش نخدموا مع بعضنا مش نخدموا قدام. فما صعوبات وفما عراقيل وفما تراكمات وفما شوية يعني تعطيلات وبيروقراطيات موجودة، يلزمنا نواجهوها ما نسلموش ونقدموا قدام. ونحن مستعدين ومتعهدين كدولة كحكومة كوزارة باش نرافقوكم باش ندعموكم باش نمشيو في هذا باش نذلوا الصعوبات مع بعضنا. إن شاء الله بإذن الله نستقبل أفضل على بركة الله نفتتح هذا الصالون، وإن شاء الله مبارك وموفق وإن شاء الله يعطي دفعة للتشغيل وللتنمية في تونس. بارك الله فيكم والسلام عليكم.